ما حكم نزول الدم من الأنف أثناء الصلاة؟ هل يفسدها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الدم يسيرا فإنه لا يؤثر على الصلاة، أما إذا كان كثيرا عرفا فإنه ينقض الوضوء، وإذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة. هذا إذا كان كثيرا. أما إذا كان يسيرا مجرد نضح أو نقطة أو شيء يسير فهذا لا يؤثر على الصلاة لأنه لا ينقض الوضوء. جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بتحديد حد الكثرة شيخ صالح؟ هذا يرجع إلى العرف، عرف متوسط الناس. طيب، ليس للمتشدد وليس للمتساهل. طيب، يعني ما كان كثيرا عرفا يعده الناس كثيرا. جزاكم الله خيرا.